عن جديد مشاهدينا، بنرجع نحن وياكم ومن كل الأجواء اللي عم نعيشها اليوم بحلقتنا وبصبحيتنا. معنا المخرج والمؤلف الموسيقي جان كيروز. أهلا وسهلا فيك معنا اليوم أهلا أستاذ فيك، جان. أهلا فيك ست سلام. تلت أغانيك راديوات تلفزيونات صح، بهالفترة، نعم بهالفترة من الثورة لليوم. مزبوط. أغاني رفقتنا على الراديوات، وتأخر شيء تتوج بديعان اللي راحوا. يعني خبرنا أنا شوي عن هالمشوار. هالمشوار ثورجي. ثورجي وكان حامل ألم نعم. إذا بدك، يعني كنا على طول عم نجرب نرسم بسمة، نرسم ضحكة، مع إنه العالم كانوا كتير تعبانين. نعم. فيعني جربت بدنا نعيد لو شو ما صار على عيد الميلاد، صح. يعني كان كتير العالم يعني كتير داون، كتير 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 داون. جربنا نخلق هذا الشيء وتبنوها كل التلفزيونات لأنه حسوا عن جد في رسالة. وأول مرة بحس الفن، غير إنه أنا بحبه كتير وغير إنه أنا بحس حالي بروح لغير عالم، صح. بس هالمرة حسيت من الثورة لهلأ قديش الفن رسالة وقدي أنا بحب وطني، لأنه صرت عامل أكثر من 5 أعمال من يا ربي احمي لبنان يلي عم يرجعوا يحطوها هلأ كل الراديوات، بدنا نعيد لو شو ما صار، وهلأ ليت لي ديعان اللي راحوا. بس عن جد يا ريت ما عمل ديعان اللي راحوا وما صار هالانفجار يلي مش بس حرقنا، يلي هيك انه كسر لنا قلبنا هالمرة حسيت. بنحس دائما باعمالك انه نعم بناتك مرافقينك. اكيد، ما هو هيدا الميزه. انا قبل، انا صار لي 20 سنه بشتغل بالدومين، وانا بشتغل موسيقى تصويريه للبرامج للال بي سي للام تي بي، انه لكل نعم. المؤسسات، وان شاء الله كمان بعمل شيء لتلي لوميير اهلا وسهلا فيك. ولالكم. بس حسيت تميزت اكثر، يمكن انا الوحيد يلي انا واولادي عم نقدر نعمل هذا الشيء، هذا العمل سوا، وزيادة عم بيكون مش فيك، عم بيكون طبيعي. نعم. يعني عم بيكون عم جرب ارسم لكل شخص هو شو بيلبق له، مثل ليا بديعان اللي راحوا هي بلشت انه ليش حرقتوا لي ارضي، ليش حرقتوا لي بيروت، ليا ليش معنا ليش. اليوم يا حيي ليا، بونجور ليا. بونجور. شو حسيتي ليا بس كنت عم تشتغلي مع بيك وكنت عم تقولي ليش حرقتوا لي ارضي؟ احترقت الارض وصار الانفجار، ايه خفت كتير؟ ايه حسيت مثل الفيلم هيك، بس اجى الضرب خفت كثير. شو فكرتي؟ ما بعرف، فكرت مثل الفيلمات بقى، بس هيك صوروا شيء. فكرتي انه مش مزبوط ايه وقتها رحتي صورتي يعني بالدمار؟ بمطرح اللي صورته فيه وشفتي كل هالخراب وهالدمار اللي صار، خفتي؟ ايه ليه خفتي؟ فكرتي بكل الناس اللي ما عادوا هون معنا، بالولاد الصغار وبالختيارية وبالأمات وبالبيات؟ ايه وقت حفظتي الغنية كان هين تتعلم اول مرة الكلمات؟ بس عملت تسجيل مع بيي، يعني ما كان هين كتير ايه، بس تعودت. قدي عمرك ليا؟ 7. 7. هلا بلشت تقلع معك. برافو عليا. خلينا نشوف سوا الكليب مشاهدينا. ليا نحن رح نوضعك هلا، رح نحضرك بالكليب لانه بدها تفوت لوتشيانا محليك حتى نحكي معها شوي كمان. اوكي ميرسي الك. نحضر الكليب سوا نحن والمشاهدين. ليش حرقتولي وطني؟ ليش حرقتولي بيروت؟ امي انا رح فل بحبك، انا رح فل، قول البي وللناس بحبن، تارك على الحيطان صور كلها الوان، صور حلوه بتقول يا جعانك يا لبنان، يا جعان اللي راحوا تركوا أهلهم وراحوا ودموعي بتنزل
نشتي يا جان اللي راحوا تركوا أهلونه وراحوا ودموعي بتنزل مثل الشتي. بعرف إنك رح تبقي وبعرف قلبك بالزاد قلبك يا بنتي رح ينبض ويعمر لبنان. لا 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 ليا ولوتشانا رفقوك بديعان اللي راحوا. لوتشانا اهلا وسهلا فيك معنا اليوم. ميرسي. شو هالصوت الحلو. ثانك يو. ديعان اللي راحوا اكيد ديعانهم ضحايا. خبرينا شوي عن هالعمل اللي اشتغلتيه مع بيك. انت كل الكليبات كنت موجوده ولكن صح. هذا العمل بالذات انت قد ايه عمرك؟ انا عمري 13 سنه. هذا العمل اللي كثير اثر فيه حتى يعني انا عم سجله صرت ابكي قد ما تاثرت انه في كتير ناس خسرت اشخاص بتحبهم من وراء الانفجار. في كتير ناس خافت. في كتير ناس تأثرت. في كتير ناس راح مستقبلهم. في كتير ناس ببيروت راحت بيوتهم يعني ما عاد عندهم محل يضلون فيه. وكيف صورتي التصوير؟ نزلنا على محل مهدم. كان شي كتير حزين بس منيح انه طلعنا بهيك شي. خبرنا شوي جا عن الكليب. بس ما بدك تبكي. خبر يلا. بدي خبر على الكليب انه يعني اول مرة بصور شيء يعني ما بنبش على الجمال. يعني هلا الحبكة معك بس لحشت حالي على وابا. اول مرة بنبش على شيء بشع حتى صور فيه شيء. بس انا بعرف انه بالحياة بعد كل شيء بشع بده يجي شيء حلو. وشي منصف انه يلي دلني على بيته يلي ماتت انه مرته واولاده انه قال لي هون رح بيتي انه ونحن بنتخانق على قصص سخيفه بالحياه. يعني ديعان اللي راحوا كان صرخه. الصرخه بنشوفه بالكليب صرخه من وجع صرخة من الم. حتى يعني لوتشانا حتى دورها هي هيدي البنت اللي راحت واللي عم بتعيط. وهذا الشيء كان يخليها تبكي للوتشي. قال لي يا بابي يا قلبي انه بالافلام اوقات واحد بيمثل دور يعني ما تفوتي فيه على هني عاشوها. هني عاشوها لانه صارت انا في شغله صارت معنا حادثه. بعرف هي انه كثير سخيفه بس انه قبل ما فل من البيت قبل بعشر دقائق انه من الانفجار قلت له انه ليه قاعدين بلا اي سي؟ انه دوبرت اي سي وسكرت كل الشبابيك ومطرح ما قاعدين هن قشط كل الازاز. بس ليا حبت تفوت قبل بدقيقه تتلعب تيك توك ولوتشي بس صار في هزه صغيره قبل ما تبج قد ما هي مسؤوله وكانوا لحالهم بالبيت قال خلينا نشوف وين اختي حتى ننزل لتحت معلمينهم بالمدرسه. ف يعني مطرح ما قعدك كله ازاز. فكمان هذا الشيء اعطاهم حسوا بدور اكثر لحتى يقدروا يعملوا هذا الشيء. هذا الكليب. ويمكن هي اول مره بيصير في حوار من حدا فل من هالدنيا يعني مع اهله عم بقول له انا بحبكم بس انا تركت لكم صور حلوين. انا تركت لكم قصص كثير حلوه. وحتى هن من فوق عم بيقولوا انه يا ديعانك يا لبنان. بس رجع صار شيء بوف حتى رجع انه صار في امل. يعني بعتقد البيروت هدمت 7 مرات يعني مش رح تعصى علينا. بس الشيء كثير بحزن وشيء كثير قاسي انه بثواني
بتتغير الحياة، بيطلعوا العالم انه من بيوتها اصلا بلا شيء، نحن عايشين بغلا وكفر يعني، يعني انه لوين بعد بدنا شو اسمه، وبذات الوقت في عالم عم يستغلوا عم يشتروا بيوت هلا. دور الموسيقية، دور نعم. الفنانين مثلك المخرجين تتوصل رسالة، يعني دايما نحن بنعرف انه بكل عمل اخراج، بكل غنية، بكل صح. في رسالة بدها توصل. شو المساج اليوم المساج انه هو في تو مسجز انا رح فل، انه معقول يفل انه من البلد، يعني ما تخلونا نفل انه من البلد، وتاني مساج عم بفله طب راحوا شو، معناتها بواحد بيقول لك ستي سيف ات هوم، طب ما نحن كنا بالبيت وماتوا، طب يعني شو، يعني شو 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 اسمه. هو كمان بدي اشكر كمان كل الاكيب يلي اشتغل معي، يعني من مونا كريدي اكزكتيف بروديوسر، يعني ميرنا شدياء صابا كانت عم بتساعدنا بكل القصص، انا عم اشتغل انا وياها، كانت معنا سوبرفايزر، كمان توني دمياني اللي صور معنا، يعني مش بس بوجه له تحيه، بوجه له بوسه قديش يعني بيعطي من قلبه بالشغل معي. وان شاء الله نكون اخر عمل بيكون انه تعزيه، انه فيه يعني ان شاء الله الاعمال الجايه نرجع نقول يلا نصيف، يلا نغني، خلي ترابك يا لبنان يرجع جني، انه يعني انه ترجع الحياه ان شاء الله، بس تكون هيدي هيك مثل واحد اوقات مش عم بقول الله بيجري، بس اوقات بيصير شيء تبع تحس حاله دخيلك يا الله انه ضلك معنا. وانا عم بحكي كثير، انا بفضل اذا بنسمع لوتشيا عم بتقول بدنا نسمع يا رب احمي لبنان، بدنا نسمع لوتشيانا. انت ما عشت الحرب اللبنانيه، واللي شفتيه اليوم كان افظع من الحرب اللبنانيه، عمرك 13 سنه صح. يعني انت عشت اللي عشوه كل ولاد جيلك، اللي تأذوا، اللي شفتيهم قدك انت تأذوا، راح امهم، راح بيهم، راح خيهم، الأذى على الكل، يعني مش بس علينا او انا علي شخصيا، الكل تأذى، الكل زعل، الكل خاف، الكل حس بعدم الامان، بس يصير هيك نوع من الاشياء اكيد اثر عليكي بس غنيتيها للغنية؟ اكيد، لانه حسيت مع الناس اللي فقدوا حدا كثير بيحبوه، وهي شافت انه بثواني لو ما رخدت على اختها كنت يمكن هلا ززت اللي نزلوا صح، كنت كلني هلا مشطب، يعني انا على 10 ثواني كان في، على 5 ثواني هلا كان في يكون مصاري خير، بس هن هالقد وقت الانفجار بتحس الثانيه مثل فيلم كانوا على سلو موشن هيك او الازاز كيف بينفقش او انه كتر خير. انا بشكر انه يسوع يعني كل تكه على انه يعني خلي لي اولادي انه سالمين، وبدي اعذب كل يلي راحوا لانه عم عيدها كثير، بس عن جد شيء بيقهر صح، شيء بيقهر جيعان اللي راحوا. إيه. وكمان نحن محاصرين، نحن ببلد محاصر، يعني مش انه اذا صار في شيء فيك تفلي، اصلا يعني ما فيك تفلي الدولار انه ب 7000 وانه 8000 و10000، يعني العالم يعني بكره يعني ما فيهم حتى ياخذوا حتى مصرياتهم حتى يكونوا حرين، نحن مش احرار. نعم هلا بكره بدك تعملنا انت غنيه عن الحريه حتى تحمسنا وننطلق بمشوار حريه جديد. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله رح اعمل شيء، بس هلا بدي اخذ بريك لانه لوتشي كل مره عم تتعب معي، يعني عم تعبها انا انه نفسيا عم زيد عليها كثير. لا بس شفنا على كل حال، بالعكس شفنا العمل الكثير حلو ديعان اللي راحوا، ولوتشيانا بالفعل لو ما غنت من جوا ما قدرت توصل المساج ويوصل هالبحة الصوت وهالشيء الحلو اللي بدها توصله. انا في قول شغله، انا كثير فخور انه بولادي كان لوتشيانا وليا وحتى مرتي منى، بس انه لوتشيانا بحس انه هيك يعني في يعني هيك انه قطعتين، يعني بس كونوا هني عم بيغنوا او عم يعملوا شيء بحس انه انا قلبي كله يعني انه عم يتحرك، لانه وكتير صعب تعملي تريو بي وولاد في فرق 20 سنة أو 30 سنة بالعمر ويكونوا كومباتيبل. نعم يعني شيء كتير صعب أنه على يعطيك ألف عافية جان، لأنه أنت كمان أعمالك بتحكي عنك. شكرا. وموسيقتك بتحكي عنك. شكرا. شكرا لك على وجودك معنا، شكرا لكل هالأعمال الحلوة اللي عم تعملها، وكمان بيشرفنا أنه أنت كمان من عنا. أهلا من فوق من بشارة، أنا نصني الماما من بشارة، تحية للماما هدى هدهود، وانا من بشويت، بس هلا يعني في قرابه طلع. اهلا وسهلا، انبسطت فيها كثير. اهلا وسهلا. انا كمان واذا فينا نسمع يا رب احمي لبنان بصوت لوتشيانا قبل ما نختم. يلا. يا ربي احمي لبنان
ونجي شعبه من النيران، يا ربي احمي لبنان ونجي شعبه من النيران. بيكفينا هموم كتير، وطني انا تعبان، يا ربي يا ربي يا ربي احمي لبنان. بدي بس وجه كمان تحية لأستاذ جورج معلولي، وكمان للمخرج جون دبس أهلا على إخراج وسهلا. الحلو. أهلا وسهلا فيك مشاهدينا، ختام نهارنا صبحيتنا لليوم معكم، أكيد بنلتقى الثلاثة الجاي راي وأنا معكم من التنين للجمعة على الموعد، دايما انطرونا.